بعمل أي شي لحتى خلي حياة ريشي سعيدة، أي شي، بس ما بسمح بوجود لاكشمي بهالبيت أبداً. لاكشمي! أيوش، ما بعرف بس حاسة إني شايفت لهي البنت بشي محل. شي غريب، معقول ما فينا نلاقي شبيه لهالبنت وما عرفنا مين قاعد بهداك البيت وشالوه حاسة إنا شايفتها؟ كيف هي؟ يمكن عم تتخيل إنا شايفتها. هالشي مو مزبوط، شالوه أكيد غلطان. أنا متأكد، لا أكيد غلطانة، وهذا فيكرانت أنا لازم أفضحه قدام الكل. شو ما صار لازم أفضحه قبل ما يتم الزواج. قبل العرس لازم نشيل عنه قناع البراءة اللي لابسه وداير فيه بيناتنا. بس كيف؟ كيف كيف كيف؟ فكر يا أيوش، فكر 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 بشي خطة وبشي حل سريع كمان. ما طالع بإيدك غير تفكر. أنا لازم أعمل شي وهلأ. لاكشمي قومي، أنت منيحة؟ شو صار لإيدك؟ طمني لاكشمي. ريشي وأنت؟ أنت كمان انجرحت إيدك، هاد الجرح بده دواء لازم ينلف. روي خلص، أنا ما فيني شي بنوب. ليش بتعملي هيك عطول؟ ليش دائما بتهتمي بغيرك؟ وأنت شو ورجيني إيدك؟ وطي صوتك، أنت مانك مثل أي حدا. أنا ما هيك خلص أصلاً. بس وطي صوتك. يلا لازم نحط دواء على الجرح. اول فرجيني جرحك. يلا لاكشمي. امي بصراحه انا ونحن جوا صار معنا حادث كبير. حادث؟ ايه؟ ريشي شو صار؟ انت منيح؟ صار لك شي؟ اللي ايدك مجروحة من شو هاد؟ امي لاكشمي اللي تأذت اكتر، جرحة اسوأ بكتير، لهيك عم تجرني بايدها لهون لتضمد لي اياها. ما فيني شي، هي كمان منصابة ما عم تقبل تفكر بحالة. شو فيها كمان؟ سكوت، ممنوع تحكي، رح ضمد لك جرحك، رح تجي معي تعال شوف لك اياه. امي شو مشان لاكشمي؟ روح ريشي. We'll be right back.